نعم دكتورة نادي، هل تسمعينني؟ نعم نعم أسمعك. سمعتي السؤال؟ يعني إجابة لسؤالك إن المعارك مشتدة في أوكرانيا ما بين الجيش الأوكراني والروسي ومدينة سيفيرودونتسك الصناعية، كانت هدفا رئيسيا في الأيام الأخيرة في هجوم القوات الروسية للسيطرة الكاملة على منطقة لوهانسك الشرقية يعني في أوكرانيا، وتعرضت تلك المنطقة لقصف مدفعي وصاروخي روسي. وعلى الجانب يعني الآخر فإن هناك محاولات من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية وأيضا نظيرتها الأوكرانية بإصدار بيانات يعني شبه يومية وبيانات تحديث يومية من أجل يعني شرح التكتيكات المستمرة والهجوم المختلف الذي يتم التعرض له. ولكن على الجانب يعني الآخر فإن هناك العديد من المواقع المتعددة التي أعلن الجيش الروسي محاولته للسيطرة عليها، وخاصة في المناطق الشرقية من لوهانسك وخاركييف وبولتافا ودنسير بتروفيسك غربا، والذين قد تعرضوا لقصف وهجوم مستمر طوال الأيام الماضية، وخاصة في مدينة خاركييف اللي هي بتعد ثاني أكبر المدن الأوكرانية. ولكن يعني على الجانب الآخر فإن هناك ما يسمى لدى الغرب ودول الاتحاد الأوروبي والعالم بالدفعة المعنوية، يعني الدفعة المعنوية هي محاولة مساعدة القوات الأوكرانية بالعديد من الأسلحة والمعدات يعني اللازمة للحرب بدون الاندلاع حتى في الحرب بشكل رسمي. وجدنا دور للمرتزقة الأجانب في العالم يعني للحرب إلى جوار يعني الجيش الأوكراني. وعلى الجانب الآخر فبتجدي إن كافة دول العالم أعلنت تزويد القوات الأوكرانية بأحدث الأسلحة من أجل تحرير منطقة دونباس من السيطرة الروسية، يعني حتى لو كانت التكلفة مرتفعة يعني كما أكد المجلس العسكري لدول الناتو. وايضا لم يعني هذا الدعم لاوكرانيا ليس فقط دعم عسكري بالمناسبه، ولكن هو دعم ايضا يعني نعم في هذا ما كنت اسالك عنه دكتوره ناديه لو سمحتي لي فقط. اسعار الطاقه والغذاء فمن هنا دكتوره ناديه يعني قمه حلف الناتو قد اقرت حزمه مساعدات للقوات الاوكرانيه من اجل الانتقال يعني كما يسمى من اسلحه الحقبه السوفيتيه القديمه الى عفاف الناتو الذي يتسم بمواصفات قياسية، وتلك هي نقطة يعني غاية في الأهمية. ولكن يعني حتى هذه اللحظة هناك معارك. نعم وضحت يعني هذه الفكرة، لكن دكتورة لو سمحتي لي ما هي الرؤية الروسية للدعم الغربي لأوكرانيا بالأسلحة المتطورة؟ يعني هل ستغير موسكو من تكتيكاتها برأيك؟ يعني انا لا اعتقد ان روسيا سوف تقوم يعني لا تقوم بتغيير موقفها بشكل او باخر، نظرا لان المطالب الروسيه واضحه وهي اخذ تعهد يعني مطلق وثابت وصريح وواضح من يعني من حلف الناتو بعدم انضمام اوكرانيا. ولكن بالطبع يعني حلف الناتو والولايات المتحده الامريكيه والغرب حتى من قبيل بدء الحرب الروسيه ضد اوكرانيا يرفضوا اعطاء تلك التصريحات يعني تلك الضمانات الامنيه للجانب الروسي. فمن هنا وضعت روسيا في تصورها يعني في الفتره المقبله القوات الروسيه اعلنت بانها تهدف للسيطره الكامله على حوض منطقه دونباس. نعم يعني وضحت الفكره، اشكرك. بعد ان سيطر على تلك المنطقه بالمناسبه الانتفاضيون لم يبقى لي المزيد من الوقت، اشكرك الدكتوره ناديه حلمي، اعتذر من منك. يصل الشرق بشبه جزيره راس القرم التي ضمتها الى اراضيها في عام 2014. فمن هنا وضحت الفكره الدكتوره ناديه حلمي، شكرا جزيلا لك استاذه العلوم السياسيه الاوكرانيه قد استغرقت سنوات في جامعة بني سويف. شكرا جزيلا لك واعتذر منك لضيق الوقت الدكتورة نادية حلمي، كنت معنا مباشرة من القاهرة.